البرمجيات مفتوحة المصدر هي البرمجيات اللي الكود فيها يكون متاح للاستخدام والتعديل من قبل أي شخص، وكثير من البرمجيات اللي تستخدمها يومياً هي برمجيات مفتوحة المصدر، منها برامج VLC، Audacity، GIMP، Blender، Visual Studio Code، محرك الألعاب Godot، نظام التشغيل لينكس، لغات البرمجة C، C++, Python، C#, Java، PHP، JavaScript، مكاتب TensorFlow، PyTorch وغيرها وغيرها وغيرها. كلها برمجيات شارك بتطويرها ناس من جميع أنحاء العالم وظلوا يعملون عليها تعديلات وإضافات إلى أن وصلت إلى ما هي عليه. بهذا الفيديو راح أشرح لك كيف ممكن تساهم بهذا النوع من المشاريع حتى تقدر تستفيد وتتعلم أشياء جديدة وتقدم فائدة للمجتمع في نفس الوقت. بالبداية أحب أوضح أنه مو شرط تكون مبرمج حتى تساهم بهذا النوع من المشاريع. مساهمتك ممكن تكون من خلال تصحيح خطأ إملائي في الدوكيومنتيشن، صياغة أفضل ملف الريتمي أو إضافة ترجمة، تصميم أو أي شيء ممكن يكون فيه فائدة للمشروع. بس على الأقل لازم تعرف كيف تتعامل مع الجيت والجيت هاب. الجيت هو نظام للتحكم بالإصدارات، والجيت هاب هو خدمة استضافة للملفات اللي تتحكم فيها من خلال الجيت. إذا ما كنت تعرف كيف تستخدمهم فبإمكانك أن تتعلمهم بسهولة من خلال هذا الفيديو اللي راح أضيفه في الوصف. الآن على سبيل المثال راح أعمل مشروع مفتوح المصدر، وهذا المشروع هو قصيدة عن البرمجة مكتوبة باللغة العربية وراح أعتمد عليكم أنتم المساهمين في كتابتها. فراح أنشئ ريبوزيتوري جديد على الجيت هاب وأسميه Open Source Arabic Poem، واكتب في صدر البيت الأول من القصيدة على طريقة عنترة بن شداد: ضحكت عبيلة إذ رأت أكوادي. ففي حال أنه حبيت تساهم وتضيف أو تعدل على هذه القصيدة راح تفتح رابط المشروع اللي تقدر تشوفه من وصف هذا الفيديو، وتعمل فورك للمشروع وتجي على الملف اللي راح تعدل عليه وتقلع Edit This File وتضيف وتعدل على القصيدة. بعدها تكتب رسالة الكوميت اللي تشرح فيها التغييرات اللي عملتها، وإذا تريد تكتب تفاصيل أكثر في الديسكريبشن وتقلى كوميت تشينجز. الآن إذا رحت على صفحة المشروع راح يقلك إنه This branch is one commit ahead of الفرع ماستر بالريبوزيتوري الأصلي، فتختار كونتريبيوت وتقلى Open Pull Request. راح تظهر أمامك التعديلات اللي عملتها، بعدها تقلى Create Pull Request وطبعا تكتب تفاصيل وشرح وتختار Create Pull Request مرة ثانية. وأنا باعتباري صاحب الريبوزيتوري الأصلي راح أشوف التغييرات اللي عملتها ويا إما وافق عليها أو لا. إذا تريد تفهم هالشي بشكل أفضل فأنصحك إنه تقرأ هذا المقال اللي راح أضيفه في وصف الفيديو، وإذا تريد تبحث عن مشاريع تقدر تساهم بيها فممكن تبحث بالجيت هاب عن ليبل اسمه Good First Issue، وممكن تعمل فلتر للغات اللي تريدها، تشوف شي يناسبك وتقدر تنفذها بعد ما تتأكد من التعليقات إنه ما في شخص غيرك يشتغل عليه. وبهذه الطريقة راح تتعرف على لغات برمجة وتقنيات و SDKs ومكاتب جديدة عليك، وراح تعرف كيف تشتغل وتتفاهم مع عدة أشخاص وبنفس الوقت تقدم خدمة وفائدة للمجتمع، وأكيد هذه كلها أشياء مفيدة لك ولخبرتك كمبرمج. بالنهاية أحب أعرفكم على مشروع مفتوح المصدر لعملة إلكترونية اسمها The New Boston Coin، واللي أنشأ هذا المشروع هو باكي روبرت صاحب قناة The New Boston اللي هي من أقدم وأشهر قنوات تعليم البرمجة على اليوتيوب، واعتقد انه هذا افضل مشروع ممكن تساهمون فيه بالوقت الحالي، لان مساهماتكم راح تكون مقابل اجور جيده بعمله TMB اللي ممكن تبيعوها بنقد او تستبدلون بها اي عمله الكترونيه اخرى. المشروع هذا ما زال بمرحله التطوير الفا ومو كثير ناس تعرف عنه، فاشوف انه هذه فرصه حتى تشاركون من البدايه. وكذلك عندهم مجتمع ممتاز على الديسكورد بناس محترمه ممكن تتعلمون منهم، تحكون معاهم او تسالهم اسئله اذا ما كنتم تعرفون من وين تبداون. وإذا كنتم مهتمين بتقنية البلوك تشين فالنتورك أركيتكتشر الخاص بالعملة مختلف ومميز وممكن تتعرفون عليه أكثر إذا قرأتم الوايت بيبر الموجودة بموقعهم الرسمي، وطبعا راح أضيف لكم كل رابط الأشياء اللي ذكرتها في وصف هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو أتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم وتضغطون على زر الإعجاب وتشوفون باقي فيديوهاتي، وشكرا لكم على المتابعة.